راني ندوز واحد لاباطا فخوي او عجينه الفواكه اللي صراحه كيحماقوا عليها الوليدات وكتباع بثمن. انا كنت كنخدمها صراحه كنخدمها بالطريقه الاصليه ديالها ولكن فيها بزاف ديال المراحل يعني ضروري من الميزان ديال الحراره وبزاف ديال المراحل ولكن هذه الطريقه اللي غنعطي وليت كندير غير هذه الطريقه كتجي يعني النتيجه بحال بحال. غادي نمشيو للمكونات. عندنا نص كيلو ديال السفرجل ولا التفاح كننقيوه من القشره وكننقدو من القشره وهذوك العظيمات اللي كيكون لداخل وكنقطعوه طريفات وكنسلقوه في كنديروه في شي كاسرونه مع 4 معالق ديال عصير ديال الحامض وكسلاروب ديال عصير ديال البرتقال. كنسلقوه واحد 10 دقائق حتى كيبان لينا هذاك السفرجل ولا التفاح راه شرب داك السائل كامل. كنشدوه وكنطحنوه على شكل بوري. بالنسبه لهذا السفرجل اختي ثانية او التفاح ممكن نزيدو فيه النكهات الطبيعيه يعني مثلا الا بغينا النكهه ديال النعناع كنطحنوه مع وريقات ديال النعناع. بغيناه بالنكهه ديال الليمون كنطحنوا معاه القشره ديال البرتقال. بغيناه بالحامض كنطحنوا معاه القشره ديال الحامض. بغيناه بسكينجبير انا درت سكينجبير كيجي هذا زوين. كنحكوا شويه ديال سكينجبير خضر ماشي هذاك بودر وكنطحنوه مع هذا التفاح ولا السفرجل. واللي بغى يزيد هادو غير النكهات الطبيعيين الا بغينا نديروهم انا هادو اللي درت. واللي بغى يدير دوك النكهات اللي كيتباعوا في البواطات يديرهم. اي انت عطيتي نكهات يعني طبيعيين ديال من الدار من الكوزينه. ولا بغينا ديال الفاكهه ديال الفريز مثلا الفريز ولا الفرومبواز ولا الكيوي هادو اختي سناء ما كنسلقوهمش هادو نيشان كنطحنوهم مع 4 معالق ديال عصير ديال الحامض. مثلا الفرومبواز كيعطينا الفرومبواز كيعطيونا حتى كنحصلوا على هذا بيوغ يعني ما كنسلقوهمش هادو وما كنزيدولوش ليهم النكهات بحال ديال الفريز ما يمكنش نزيدو النكهه ديال شي حاجه يعني كيبقى ديال الفريز. ديال السفرجل ديال التفاح كان ممكن نزيدو فيه النكهات اللي بغينا كما قلت ديال الفرومبواز والفخيز والكيوي راه تيبقى هذا ما كنزيدو ليه حتى شي نكهه وكنديرو ليهم نفس الطريقه اللي غندير لهذا ديال السفرجل. وديال السفرجل اختي سناء انا استعملت ديال السفرجل لان صراحه ديال السفرجل كيصدق 100%. هادشي اللي بغيت نقول لك دابا انت جربتيهم بالتفاح وبالسفرجل وعجبك ديال السفرجل اكثر. عجبني ديال السفرجل لان علاش كيطلق واحد الماده ديال هذا البيكتين. اييه بيكتين بحال التفاح عندك الحق بجوجهم. ديال السفرجل صراحه كيصدق دغيا كيتجمع. ممتاز. المهم كنشدو هذاك الخليط اللي طحنا سواء ديال السفرجل ولا كان التفاح اختي سناء خضر حتى هو راه كيجي زوين. ما نستعملوش داك الاحمر يعني نستعملو السفرجل الخضر كان احسن ولا الصفر. كناخدو هذاك اللي طحنا العجين اللي طحنا ديال السفرجل ولا ديال التفاح كنعبرو منه رابعه. كنعبرو منه رابعه كنزيدو عليه كنديرو في كاسرونه كنزيدو عليه رابعه ديال السكر نفس العبار ديال سميتو كنديروه ديال السكر. كنديرو رشه ديال الملح كنديرو 50 غرام ديال الجليكوز. انا عبرت لقيت واحد المعلقه كبيره بالنسبه ودرت واحد 8 غرام ديال البيكين ديال البيكتين. بيكتين هو راه كيتباع. اييه عند لوازم ديال الحلوه راه عطاه الله بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش حيت انا جربته بعد البنات اللي ما عندهمش. درت 4 المعالق كبار ديال النشا اللي ما لقاتش البيكتين راه كدير 4 المعالق كبار ديال النشا يعني مبومبيين صافي وكن كتعوضهم بهذا اللي ما لقاتش البيكتين. كنخلطوا المكونات على البارد عاد كنديوها فوق البوطه على نار متوسطه وحنا كنحركوا باستمرار هنا ما كنحتاجوا لا ميزان حراره لا حتى حاجه حتى كان تقريبا واحد 20 دقيقه وحنا كنحركوا حتى كيبان لينا داك الخليط راه بدا كيتقلع من الكاسرونه. هنا بالنسبه للبنات اللي غادي يستعملوا هنا البنات اللي غادي يستعملوا النشا ضروري هنايا غادي يزيدوا واحد المعلقه ديال الزبده حيوانيه. والناس اللي غيستعملوا البيكتين ما غاديش يستعملوا هذا ما غاديش يديروا معلقه ديال الزبده صافي ونبقاو نحركوا حتى كيتجمع وكيولينا القوام ديال هاد لاباط مطاطي يعني معلق
وفي واحد اللمعان هنا هنا صافي راه لاباط ديال واجد اللي كنحصلوا ملي كتبان لينا صافي راه بدات كتقلع يعني كتجي معلكه مطاطيه هنا صافي راه بانت لينا صافي راه واجده واللون ديالها كيلمع مباشره كنديروها في قوالب ديال السيليكون قبل ما تبرد ومن الاحسن مثلا مبتدئات الطريقه اللي كتجي صراحه سهله هي يعني اننا نشدوا اطار كنفرشوه بواحد بلاستيكه هكا كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنفرغوا عليها الخليط وكنحاولوا كنحاولوا نغلفوها مزيان وكنشكلوها كيف ما بغينا نشكلوها مربع ولا مستطيل يعني راه هي كتشكل كتساعدنا نشكلوها كيف ما بغينا صافي وكنخليوها كنغطيوها وكنخليوها غير حدانا في الكوزينه ما كندخلوهاش للثلاجه كنخليوها ليله كامله حتى الغد ليه كتبان لينا راه نشفات صافي كنشدو كنقطعوها بالموس على شكل مربعات ولا مربعات صغار ولا على شكل مستطيلات وكنفندوهم في السنيده واللي دارها في الليمون راه كيجي موليها في الليمون وكي كديرها في السنة صراحة راه كتجي زوينة بحال اللي كتباع وكتباع غالية فعلا صايبوها في الدار يكون أحسن الله يعطيك الصحة الله يبارك فيك جينا اقتصادية إن شاء الله غادي ننزلها في الفيديو ننزلها في القناة اللي بغى يشوفها